إذن مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن آثار مدينة ذي قار ومواقعها الأثرية المنقبة وغير المنقبة ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ حيدر قاسم، كاتب وصحفي. أستاذ حيدر مرحبا وصباح الخير. صباح الأنوار، حياكم الله زميلي محمد والست هنادي، أهلا وسهلا بك. صباح الأنوار. أهلا بك. صباح الأنوار. يعني اليوم احنا نتحدث عن محافظة ذي قار وكل ما تحمله من هذا الإرث التاريخي، ربما ماذا تحتاج؟ يعني محافظة ذي قار كما تعرفون محافظة قديمة جدا وعريقة جدا، وهي من المحافظات العراقية الآثارية والتي انضمت بعض مواقعها الآثارية في العام الماضي إلى لائحة التراث العالمي اليونسكو. يعني ثلاث مواقع آثارية وأربعة أهوار عراقية أيضا ضمت إلى اللائحة، يعني هذا يدل على أن المحافظة ذات بعد تاريخي وذات بعد آثاري عميق. يعني أنا لدي خارطة صغيرة يعني أنجزها أحد الباحثين الآثاريين، لو رأيتها لتعجبت. يعني هذه المحافظة من شمالها إلى جنوبها، وهي محافظة كبيرة وممتدة وتتوسط محافظات الجنوب. هذه المحافظة عبارة عن يعني حقل من المواقع الآثارية غير المكتشفة وغير المنقبة. نعم. صدقني يعني لا يفصل بين يعني نقطة يعني تل آثاري وآخر سوى عدة الأمتار. يعني هذه المحافظة تحتوي على أكثر من 1200 موقع آثاري بحسب الباحثين، لم يكشف إلا عن قرابة 5% فقط، وبالتالي بقية المواقع الآثارية مجهولة. يعني الجهات الآثارية المختصة والباحثون يتحفظون على هذه الخارطة خوفا من عمليات النهب وعمليات يعني السرقة وعمليات الاندثار. كثير من هذه المواقع اندثرت للأسف، وكثير من هذه المواقع تجاوزت عليها بعض الشركات وبعض المشاريع، ويعني اندثرت كثير من هذه المواقع الآثارية والتلال الآثارية. وبالتالي محافظة ذي قار يعني بصراحة هي مظلومة آثاريا، يعني كمظلوميتها في بقية القطاعات الأخرى. نعم. يعني الآن احنا نتحدث اليوم عن لقى آثارية ربما اكتشفت حديثا، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. يعني هذه البعثات يعني منذ عدة أعوام، وجهات مدنية وجهات حكومية وبضغط كبير من جماعات مختصة بالشأن الآثاري في المحافظة، يعني ضغطت على الحكومة العراقية، أو هنا جهات تطوعت يعني كباحثين إيطاليين الآن يقيمون في المحافظة تطوعوا وأتوا ببعثات تنقيبية. بدأت بعض الجهود في جنوب الناصرية في مناطق الأهوار في شمال الناصرية، واكتشفوا الكثير من المواقع الآثارية، واكتشفت الكثير من اللقى الآثارية التي تم تجميعها وتسليمها للمتحف العراقي، ولكن هذه الجهود بقيت فقيرة وبقيت أقل من الممكن وأقل من المطلوب. وهذه المحافظة تحتاج إلى أن تتحول إلى ورشة عمل كبيرة للباحثين والمنقبين الآثاريين للكشف عن أغلب المواقع، أو لنقل المواقع الآثارية المهمة. يعني أيضا موضوع آخر وهو موضوع عمليات تمويل هذه البعثات، أعتقد الحكومة العراقية وجزء من حالة التقشف أوقفت جزء من هذا التمويل أو أوقفت جزء من هذه العقود، وبالتالي بقيت المحافظة الآن تنتظر. والمواقع الآثارية في بصراحة شديدة هي عرضة للتلف وعرضة للسرقة وعرضة للتخريب، وهذا التخريب يعني قد يكون جهلا أم عمدا. يعني بعض الجهات تتعمد أن تخرب بعض المواقع الآثارية أو التلال الآثارية لأسباب، بعضها يأتي يعني مثلا كاكتشافات النفط واكتشافات الحقول النفطية. أيضا هناك اعتداء على المواقع الآثارية، أعتقد أن الأخوة في آثار ذي قار يعني الزملاء في آثار ذي قار يعانون من مشكلة كبيرة، وهي مشكلة حصر هذه المواقع، وبالتالي إبلاغ الجهات ذات العلاقة بضرورة عدم التجاوز عليها، ولكن للأسف هذه الجهود قليلة. أضيف أيضا موضوع آخر وهو موضوع يعني افتتاح متحف الناصرية، يعني ساهم ولو بحد الأدنى في تعزيز أو التفات النظر إلى أن هناك يعني ثروة كبيرة، ثروة يعني لا تقدر بثمن، وهناك يعني 600 قطعة آثارية في متحف الناصرية الذي افتتح مؤخرا بعد إغلاق دام أكثر من 10 أعوام، ولكن لحد الآن يعني لحد الآن الإقبال على هذا المتحف قليل، الجهات المختصة لم تفعل بشكل كبير، ساهم بذلك أيضا وساهم بإضعاف البعثات الآثارية أو الاهتمام هو إقالة وزير السياحة وإلغاء وزارة السياحة. أعتقد واحد من القرارات المستعجلة والقرارات المتخبطة وهو إلغاء وزارة السياحة والآثار، وبالتالي فاقم مشكلة الآثار في محافظة ذي قار وزاد من يعني الطين بلة كما يقال، ولكن هذا
يجب ان يلتفت اليه. الان الوضع الاثاري في محافظه قار وضع غير جيد ووضع غير مناسب مع كل الجهود التي تبذل، ولكننا نحتاج المزيد من الدعم والمزيد من الجهد الحكومي في هذا الاطار، ولا زال غائبا أكيد للاسف. اكيد يعني احنا نضم صوتنا الى صوتك والى كل يعني رسالتنا ممكن انه توجه لكل من يهتم بهذا الارث الانساني واكيد الارث الذي يثري البشريه عامه. الاستاذ حيدر قاسم كاتب وصحفي ومهتم بالشان الاثاري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك الى شمس الفلوجه.